برأيك لماذا كل هذه الهجمة الشرسة من قبل الطيران الروسي على المشافي والنقاط الطبية؟ طبعا هو استهداف للنقاط الحيوية، كونه إدلب هي المنطقة الأكبر المحررة في سوريا، والنقاط الحيوية فيها راح يستهدفها بمحاولة لإضعاف الطرف الثاني اللي هو نحن. يعني انا برايي انه النظام وقت عم بيخسر بالمعارك بالريف حماه الشمالي هاي كرده فعل ضربه للمشافي، ووقت اسرائيل عم تضرب النظام مطار دمشق الدولي او في القلمون او في القنيطره، فعم يرد مباشره على المشافي وعلى المرافق الحيويه والبنى التحتيه وعم يقتل بالمدنيين. هاي اخر ما تبقى بالمناطق المحرره اللي ما طال التهديم، وهي اكثر من المراكز الحيويه اللي الان تقوم بمساعده الناس وخدمتهم وتقديم المساعدات ويد العون للثوار وللناس بشكل عام. يمكن انه ما بيخلوا وسيله الا بيحاولوا يضغطوا من خلالها على الشعب لتحقيق غاياتهم واهدافهم. هي احدى الوسائل المهمه والقويه جدا للضغط على الشعب ليضغط لمطالب او اهداف روسيا والنظام واتباعه. الطيران الروسي هو داعم لنظام الاسد، ونظام الاسد تركيبته البيولوجيه متوحشه. عندما يقصف المشافي، عندما يضرب المشافي ويضرب المدارس ويضرب المراكز الافران وغيرها بتركيزه الان على المشافي، بتركيزي على المشافي نحن لا نستغرب، لان طبيعته البيولوجيه متوحشه. يقتات على سفك الدماء، على ترويع الناس، على هدم البيوت، على قتل الاطفال والنساء، فلا استغرب من هذا النظام لان هذه طبيعته.